على الله. انت لسه مش عارف مجدي؟ اه يا ما نصحت والله يا خالتي، بلاش تشرب قهوه على الريق، العب رياضه كل يوم الصبح زي جوز خالتي كده تعيش بيت عمرك كده. مفيش فايده يا ابني. منتصر يا حبيبي، بلاش تتكلم وانت بتاكل عشان ممكن تزور تفطس تطلع روحك واخلص منك خالص، ابقى ارتحت. لا يا مجدي يا ابني، انت عارف ده ما يزورش، ده يصدع يصدع. شاري بلا وبعيد يا اخويا، سيبه ياكل، يعني هو باين عليه بلا خيبه. خد يا حبيبي عشان تسي يا امي رب. ايه يا ابني؟ انا من يا نعم. اخبارك جميل يا منتصر يا ابن اختي، شبعت يا اخويا ولا اعمل لك ساندوتش كمان؟ لا خالتي تعالى. ليه مش عايز؟ ليه انت واكل لغايه دلوقتي اربع ترغيفات؟ كمل الخامس. ما هو بلاش يا حبيبي يا منتصر. اللي هو انا برضه؟ اقول لك يا مجدي. نعم. ايه اللي انت قلته ده؟ ها؟ ايه؟ ال ايه في ايه؟ ال اللي طالع لك في عينك بيخليك تعمل كده؟ طالع لي ايه؟ انا بغمز لك انت ايه؟ تغمز لي ليه؟ ايه الموضوع الشعر؟ بتهزر يعني؟ موضوع الشعر الاصفر والبلوزه بتاع البلوزه. شعر اصفر ايه وبلوزه ايه يا منتصر؟ ما انت معذور، بتفكر بمعدتك مش بدماغك. الله. صح؟ لا ده الموضوع بقى في عروسه، افهم الحكايه بقى. عروسه ايه؟ عروسة ايه يا ماما؟ هو في حد في الدنيا صدق منتصر؟ معقولة يعني؟ بص يا حاجتي، بشرط يكون شعرها اصفر بلون الذهب ومال وشها زي البنور وليها خل على خدها وعم على دقنها. فوكا يا يالا فوكا. الله عسل يا حاجة. صح. ويكون لك بلوزة بيضة. ايوه. وجميلة حاضر. سيبك منه عشان ده اصل عريش لحظة عقله. خلاص. اه مش باين. اه شكله بقى شكله ضاع. اه يا مجدي باين. يلا بقى عشان نروح مشوارك اللي انت رايحه بقى. استنى عريش يا جدع، قوم بقى اخد امي طعميه. طعميه ايه؟ ما انت اكلت الاكل كله. خلص ابويا خلص. يلا مع السلامه، ما تتاخروش على الغدا، اصل انا عامله لكم بساره. انما ايه بساره؟ ده فال ده يا خالتي في وشي كده بساره. الله، ما هو مره لحمه ومره بساره، ولا انت ظابط معدتك على اللحمه بس؟
سارة. نرحم، هو انت ما فيش كلام غير في معدتك؟ يلا بينا. يلا. واضح يا ام مجدي ان مجدي حاطط عينه على عروسة. لا يا اخويا، عينه حاجة وعقله حاجة تانية، انما العروسة بقى لازم تمر من خلال القنوات الشرعية. ايوه عارف القنوات الشرعية. اه حط البندقة تحت درسها وتكسرها وتمشي قدامك شايلة القهوة وتطمني على كل حاجة وتقولك اهلا يا نينا. ومال اهالينا كان عندهم حق، لازم العروسة تبقى على الفرازة. عندك كارنيه لو سمحت. اتفضل كارنيه. كارنيه الدكتور شوقي يا فندم. فين الدكتور يا عبد السلام؟ على البوابة. اتفضل الكارنيه. المفروض يا حضرة الضابط بعد السنين دي كلها لما اقول انا طالب امتياز ونسيت الكارنيه تصدقوني؟ وانا المفروض ان انا ابقى حافظ كل الطلبه اللي بتخش الكليه كل يوم، مش كده؟ الكارنيه لازم يكون معاك يا دكتور. احنا في سنه نهائيه يا حضرة الضابط، كل دقيقه بتضيع مننا اكيد بتاثر علينا. وانا بنفذ الاوامر، ولو افترضنا ان اي انسان دخل الكليه بدون واجه حق وحصلت مشكله، مين المسؤول؟ انا ولا انت؟ افتكر ان لو كل واحد عمل اللي عليه وحافظ على النظام مش ممكن يحصل اي خلل في كيان المجتمع. اتفضل يا دكتور عشان تلحق بحضراتك. اي خدمه يا استاذ؟ اه لو سمحت عايز جوز حمام محشي وفرده مشويه. انا يا حاضر. فرده حمام. ها انا يا حاضر. بسرعه بقى. انا يا هل بصاره قال ده كلام يا خالتي؟ انا جاي من العريش لغايه هنا عشان اكل بصاره. مفيش حمام يا استاذ. ها مفيش حمام؟ مفيش حمام. طب الراجل اللي هناك ده بياكل ايه؟ ده شوربه. شوربه؟ ايوه شوربه. لا عارفها انا الشوربه دي، بلاش منها. طب بقول لك ايه، جهز لي الفاتوره على مغسل ايديا. لا يا حاضر. يبقى الحاله دي يا دكتور لازم لها جراحه. برافو برافو يا راجل. ها يا اولاد عايزين حاجه تانية؟ شكرا يا دكتور. عايز حاجه تانية يا راجل؟ متشكره يا دكتور. لا ميرسي. طبعا اذنكم. اتفضل. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا شباب. ايه جاي متاخر ليه؟ رجعوني من على البوابه تاني وقالوا لي لازم تروح تجيب الكارنيه. يا شوقي يا شوقي ما تحرجنيش مع قائد الحرس، ده انسان مهذب ومتربي. يا دكتور حضرتك احنا بنيجي كل يوم، المفروض يكونوا حافظه وشوشنا خلاص. يا شوقي في 140 الف طالب بيخشوا الكليه كل يوم، ما تنساش تجيب الكارنيه مره ثانيه. حاضر. فاهم؟ حاضر. يا دكتور رابيه. ايوه دكتور. ايه بيشرحي له الحاله. حاضر. رابيه انا هستناك. الحالة دي لازم لها جراحة. حسابنا ماشي. اتفضل يا بيه. على مالك يا باشا؟ اه ما هو على مالك. على مالك يا بيه. شكلك نشلت باين. اه اه والله العظيم اتنشلت. نعم. لا لا بقول لسعادتك اتنشلت. خدوه على الاسم. اسمي نزل ايدك انت وهو. ابعت معايا اي حد ياخد الحساب وفوقيه البقشيش كمان. خدوه. عيب. شوربه ها؟ شوربه قد كده. يلا يا استاذ. ورايا. تعال يا اخوات هو تعبتنا. ما تاخد حقك اللي تعبتك وانا اتعبك ببلاش. وقفوا هنا اهو على البلاطه دي، ما حدش يتحرك لغايه ما اجي لكم. مجدي مجدي ابن خالتي. ايه يا منتصر في ايه؟ بقول لك ايه؟ في ناس عاوزينك. ناس مين؟ مين ده؟ ده خنوره. خنوره مين؟ خنوره ابن ابو خنوره. ابو خنوره مين يا منتصر؟ بتاع الكباب. في كباب اسمه ابو خنوره يا منتصر؟ دلوقتي بتقول لي ما انت قايل لي ابو خنوره كده. يعني عايز ايه يا منتصر؟ عايز 15 جنيه. ليه بقى؟ حق الاكل اللي انا اكلته. يعني انت تاكل وانا ادفع يا منتصر؟ يا سلام، يعني انا هاكل وادفع كمان؟ هات امر لله. حاضر. كام يا سيدي؟ 15 جنيه. خد.
موت. هات جنيه يا حبيبي. خد. يوه. خد 15 جنيه هم، 12 جنيه حق الاكل و3 جنيه ليكم. طب ما انت خدت جنيه اهو. ايوه ما هو 3 جنيه، انت جنيه وهو جنيه وانا جنيه، هاكل ببلاش. اتكلوا على الله. انا نوم خاصني، لا حمام دافي ولا كوبايه لبن هتخليني انام. ايه بقى اللي شغلك؟ جايز بابا وماما وحشيني، جايز مش قادره ابعد اكتر من كده عن العريش، مش عارف. انت خاص من عنك بعيده. بعدين هي العريش يعني رجعت امتى؟ انت بس تلاقيكي بتفكري في ابن عمك. جايز بتحبيه؟ بحبه. الحب بيتخلق مع العشرة. ما انا بقالي 7 سنين في الكلية، قلبي ما دقش ولو مرة. لأنك مش شايف الإنسان المناسب اللي تفكيركم يتفق مع بعض. أمال إزاي أنت بتفكري في عبيد ابن عمك؟ يمكن تكون بتحبيه. مين اللي قال كده بس؟ كل الحكاية إن أهلي وأهلي اتفقوا إن إحنا نبقى لبعض من وإحنا صغيرين، لكن جت الحرب بعدتنا عن بعض. فضلت أنا هنا في القاهرة أدرس وهو هناك في العريش بيقاوم اليهود. يعني ما تعرفيش عنه حاجة خالص؟ من ساعة الحرب اللي كان واقف على البر الغربي ما عرفش يعدي الا بعد السلام. يعني ما شفتهوش لما رحت العريش تاني؟ قصدي يعني لما رحت تشوفي اهلك؟ ما شفتوش. ناس بتقول مفقود، وناس بتقول اسير، وناس بتقول جايز يكون في رفح، وناس بتقول خلاص قريب قوي هنستلم رفح وتقدري تروح العريش تاني وتشوفيه. قراري مصيرك ايه معاه؟ أقرر إيه بس؟ بقولك أهلي وأهله قرروا إن إحنا لبعض من زمان. بس إحنا في زمن من حقك إنك تختاري فيه شريك حياتك. الكلام ده عندكم هنا في القاهرة، إحنا حياتنا قبلية، يعني الكلمة لكبير العيلة وبس. يا سلام، وفين بقى الديمقراطية وحرية الاختيار؟ ما بلاش الكلام الكبير ده، يعني لو والدك قرر شيء هو شايفه لمصلحتك، هتعصيه؟ لا بس هناقشه. شفتي انت قلتي ايه في الاول؟ لان عاداتنا وتقاليدنا والدين والعرف كلها بتقول حاجه واحده وكلها متفقه على مبدا واحد، ان طاعه الاب والام شيء مقدس ولازم كلنا نطيعه. انا اتربيت على كده وصعب ان انا اتغير. حاسه اني قاعده في الاوضه مع جدتي وايه بتناقشي مشاكل الحياه. جدتك لو ترجع ايام جدتك دي تاني. نامي نامي، تصبح على خير، لازم اصحى بدري. مش هتنام بقى يا مجدي؟ انت ايه اللي صحاك دلوقتي يا ماما؟ ما انا طول عمري كده. ما دام انت صاحي عيني ما تشوفش النوم. مالك يا حبيبي؟ شويه مشاكل في الشغل. طب عيني في عينك كده؟ الشغل ولا القلب؟ قلب ايه بس يا ام اللي بتتكلمي عنه؟ ولد انت هتكبر عليا ولا ايه؟ طب ده انا سامعه دقات ودقه دقه. تحب اوصفها لك؟ ولا اقول لك اسمها ايه؟ اسم مين يا امي بس وتوصفي ايه؟ يظهر ان ست الحبايب بتحاول انها تقرا الغيب. لا يا حبيبي، بس انا عارفه كل اللي بيدور في دماغك، حاسه بيه وعارفاه. ايه ده؟ الحين يا خالتي! ده منتصر! الحين يا خالتي! في ايه؟ الحين يا جوز خالتي! عايز يقوم يبرطع قدامك دلوقتي؟ ايه؟ ما
ممكن نجيب له شويه ريش على شويه كفته كرومي كده محمر وشويه فته وممبار الله وشويه سمك مشوي كرومي برطع زي الجمل كده كده مجدها ابن خالتي كل ده عشان 15 جنيه انت لو بتاكل على حسابك ما كانش جرالك اللي جرالك ادفعهم لك السنه الجايه يا اخي خليك شاهد يا جوز خالتي قوم انت برطع بس وانا هدفعهم لك من جيبي يا اخي ارحمني بقى انا مش فاضي لك روح انت اتفسح لوحدك يا اخي انت اللي ترحمني هو انا واخد اجازه عشان اجي اقضيها معاك في المكتب هنا بقول لك ايه يا مكتب يا فندم ما هتتني العريش معانا يعني هو بمزاجي يا منتصر انا بقى حبيبي قاعد هناك لغايه ما العمليه تخلص ومش بعيد استقر هناك على طول استنى استنى مش في على التليفون معلوم ايوه يا امي مجدي الحقني يا ابني ما انا خالتي امي امي الحق مش قادر فيها مجدي مجدي شوفوا لي بسرعه الله يخليك مجدي يا دكتور وائل ارجوك طمني اطمن يا ساتر الراجل قول لي مين اللي بيباشر الحاله دلوقتي الدكتور هراوي خلاص يبقى اعتبرني انا اللي بباشر الحاله حضرتك واثق فيا للدرجه دي يا دكتور جدا يا ساتر الراجل مش انا برضو اللي مباشر الحاله الوالده بقالي سنتين ايوه خلاص يبقى اعتبر الدكتوره راويه هي بالظبط الدكتور وائل مطلوب قياس نسبه السكر واشعه مقطعيه على المخ انت شاكه في حاجه ده للاطمئنان بس المريضة اللي سمعوا اللي انت بتقولي عليه دون هيفتكروا انها عندها مرض خطير ده عيبنا ما نطمنش على نفسنا ولو مره واحده في السنه دي متابعه صحيه ما فيهاش حاجه ما صدق الليل انك احسن دكتوره في الدفعه طب بطلي رغي بقى وخدي ده على المعمل خليهم ينفذوا المكتوب فيه بسرعه يلا لو سمحت يا دكتوره ايوه هي الحاله ايه بالظبط لا اطمن حضرتك مفيش حاجه ده هبوط نتيجه ارتفاع نسبه السكر في الدم مفيش اي حاجه بس بعد اذنك دي العنايه المركزه ممكن نسيب المريضه ترتاح عن اذنك معلش اطمن مفيش حاجه مش عارف تنام عشرة عمري يا ابني لأول مرة من 25 سنة من وانت عندك 5 سنين أمك تبات بره البيت لأول مرة أحس إن حيطان البيت عجزت عفش البيت بقى شكله غريب عليا السرير اللي بنام عليه بقى لي سنين ما عادش طايق جسمي حبيبي يا بابا ربنا يقومها لنا بالسلامه ان شاء الله ويخليها لنا ويخليك لينا يا راجل يا طيب على فكره ده باين عليك كان حب كبير قوي كان كله اخلاص وثقه أمك تحملت معايا كتير أوي نقلت معايا من محافظة لمحافظة ومن كفر لكفر
استحملت استحملت لغاية لما وقفت على رجلي. انت اخترت ماما ازاي يا بابا؟ على الاصل دور، ودي حقيقة مش كذب. البيت الاصيل اللي بيحافظ على قيمه وتقاليده بيخرج جيل صالح. البيت ده كان بيت جدك الله يرحمه، هو اللي اختارني والدتك، مش عشان بنت مين ولا عندها كام. كل ده ملوش قيمة. القيمة الحقيقية ازاي الست تعرف تحافظ على البيت والنعمة اللي ربنا قسمها لها. على فكرة الدكتورة راوية باين عليها بنت أصيل. أسيبك أنا بقى أحاول أنام، تصبح على خير. وأنت من أهل بابا. عندك حق يا أبو مجدي، على الأصل دور. يا ترى هي ممكن ترجع للبيت امتى؟ الله يا دكتور على احتلال، انا بطني قربت تنشف من قله الزفر. يا انت همك على بطنك، ما وراكش الحاجه تعبانه. والله يا جوز خالتي ده انا خالتي عندي اهم واحسن من اوزي مكتف. انا هكتب لها خروج النهارده لكن بشرط. تحت امرك يا دكتور، كل اوامرك مجاب. واضح ان سيد رائد بيحب حضرتك قوي. هو في اغلى من الام في الدنيا يا دكتور؟ الام بس. اولا مفيش زعل، مفهوم يا ست الرائد؟ ده مجدي طيب وزي النسمة. مجدي يا ابن خالتي الحق، ست الحباب بتحل البضاعة. كمل يا دكتور معلش، اصل منتصر ابن اختي ده طول عمره لسانه طويل. ثانيا نظام غذائي مع الادوية، وربنا يعجل بالشفاء ان شاء الله. تعرف يا ابو مجدي انا قلبي انفتح لها من اول ما شفتك. والله كلنا قلبنا اتفتح لها، الا يا دكتوره مالكيش اخت. ها منتصر تعالى معايا. هو عجبك الجواب؟ تعالى بس، في دواء هنا الدكتوره كاتباه لخالتك، هو فك سخانه وحيده في طنطا، تروح تجيبه. يلا يلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بقول يا دكتوره راويه، مش انت محتاجه حاله الوالده ان شاء الله؟ ان شاء الله. لو يعني ما فيهاش مضايقه ممكن يبقى مجدي ابني يمر عليك بالعربيه عشان يوصلك. دي انسي وتشرفي بتنوري. مفيش داعي للتعب، انا هبقى اخد العنوان وامر على ست بيه. لا 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 تعب ايه، ده انا تحت امر حضرتك اي وقت يعني. عن اذنكم. اتفضلي. مع السلامه. مع السلامه يا دكتور. سلام. ربنا يجعلها من حدك ومن نصيبك يا حبيبي. دكتور راوي، دكتور راوي، ما شفتكيش يعني النهارده في حاجة المحاضرة. كنت مشغولة. مع مين؟ مع روميو؟ أقصد مع أحد الضابط قائد الحرس. نعم. يعني أنا كنت شايف جاي معاه الصبح في العربية. أيوة دكتور شوقي، في حاجة؟ أنا الحمد لله النهارده بيت كويس قوي. دكتوره سناء. نعم. ايه حكايه الدكتور راوي مع قائد الحرس؟ هو بيضايقها ولا حاجه؟ ابدا، بس والدته جت المستشفى لما تعبت، فالدكتور وائل بعتها تشوف على حد. ما بعتش حتى ليه؟ مش عارفه، ما تروح تساله. دكتوره سناء، انت عارفه قد ايه انا مهتمه بالدكتوره راوي. ما تروح يا اخي تقول لها. انت مش من القاهره يا راويه؟ لا أنا مش من القاهرة، فيها حاجة؟ لا ما فيهاش. منين بقى؟ أنا من العريش، عريشية، بس بقالي 8 سنين عايشة هنا بعيدة عن أرضي وعن أهلي. هو ده سبب الحزن اللي بشوفه دايماً في عينيك يا روية؟ احتمال. سلم لي على ماما. ها؟ الله يسلمك. عن إذنك. مع السلامة. طيب طيب ابلع اللقمة. ازيك يا اجمل منتصر في الدنيا؟ ازيك يا مالك محلو كده ولابس بيجامتي؟ مفيش مشكله، اصل انا النهارده مبسوط قوي قوي قوي. ازيك يا اجمل اب في الدنيا؟ اهلا يا مجدي يا ابني. مالي مالي سعيد قوي.
ازيك يا اجمل وارق واحلى ام في الدنيا؟ ازيك يا حبيبي؟ قولي لي يا ماما. نعم. الدواء اللي كتبته لك الدكتوره راويه جاب نتيجه؟ الحمد لله، ربنا جعل على ايديها الشفاء. على ايديها؟ مش على ايديها بس يا امي، ده على ايديها وفي عينيها وفي وشها وفي مشيتها وفي اوامها وفي شعرها. اختفي يا مجد، انا لسه حالي. ايه يا حمضيع عواطف ولا ايه؟ ايه يا خالتي؟ هموت من الجوع. الحقيقه الدكتوره راويه دي ممتازه. عشان كده يا بابا دكتور وائل خلاها هي اللي تتابع بنفسها حاله ماما، لانها اشطر دكتوره عنده في الدفعه. لا وفوق كده ذهنها حاضر وشعرها اصفر بلون الدم والشعرها البنور بلوزه. ها؟ وبعدين ايه؟ دي عايشه بعيد عن اهلها بقى لها مده كمان. بعيد عن اهلها؟ اصلها من العريش يا حاج. العريش؟ الحته اللي انا شغال فيها يا خالتي. اه والله، على الحدود مع فلسطين. حدود ايه؟ واحنا ايه اللي يبعدنا كده يا ابني؟ يعني ما قلتليش ان الدكتوره راويه من العريش؟ طب وفيها ايه ماما لما تكون راويه من العريش؟ ازاي بقى؟ يعني تسيب بلد مصر وتروح تتجوز من العريش؟ ولا يا خالتي؟ بس يا ولد يا منتصر، مالها العريش؟ هي العريش دي مش بلدنا؟ وبناتها هم بناتنا؟ بس بعيدة يا حاج. هي ايه اللي بعيدة يا حاجة؟ انك تتجوز من العريش يا مجدي. شيء غريب. ودي فيها ايه يا حاجة؟ كلامك صح يا خالتي. هو يسيبها واتجوزها انا. انا بالنسبة لي ما حدش هيسأل. ثم ان انا ناوي استقر هناك. بلاش هزار. يا امي يا حبيبتي. ايه وجهة الاعتراض على انها عريشية؟ كده برضو يا مجدي. يهون عليك تبعد عني؟ يهون عليك امك؟ جرى ايه يا حاجة؟ ما هي دي سنة الحياة. كل واحد مصيره يتجوز ويسيب بيت ابوه. ولا احنا اتجوزنا وعشنا معاهم؟ وزي ماما. ماما؟ ماما على فكرة زعلانة منك قوي. ليه؟ عشان ما بتزوريناش. طب بعد إذنك ممكن أطمن عليها؟ ممكن النمرة يا ست الرائد؟ بقول أنا اسمي مجدي مش ست الرائد. 8-1-5-8-2-8. الو، صباح الخير يا ست الكل، وحضرتك كمان وحشاني قوي. ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. لا طبعا حضورك قريب ان شاء الله. لا يا ماما بلاش حكايه الغدا دي. خلاص خليها عشاء. طيب ما تزعليش. حاضر، هبقى افكر وابلغ سياده ال مجدي. اسمي مجدي. مع الف سلامه يا ماما. بتبصلي كده ليه؟ اصلي نفسي اسمع اسمي منك ده. وبعدين معاك يا سيادة يا مجدي. دكتورة راوية، انا كان في موضوع مهم قوي عاوز اكلمك فيه. ايوه دكتور شوقي. راوية انا. دكتورة راوية لو سمحت. طب يا راوي انا. يا دكتور شوقي انت لازم تفهم انك زميل دراسه وبس، افهم بقى. اما تربطها على دماغك يا سي روميو ما باشا. طلبت ايدي مني وانا موافقه؟ طبعا. ايوه بس لسه بابا وماما مش سهل. يعني ايه بقى؟ بابا راجل قبلي جواه عصبيات المجتمع السيناوي. ارهنك اول ما يشوفني هيحبني ويقول لي مبروك يا ابني. وتعيش معايا في العريش؟ عيش معاكي في اي حته في الدنيا. العريش مش زي القاهره؟
العريش هتكبر وهتبقى اجمل واحلى من القاهره، وانا وانتي وغيرنا هنبنيها وهنشوف سينا بقت حاجه تانية. تفتكر كده؟ انا واثق من كده، ما ظنش ابدا الغلطه دي هتتكرر، عشان لو ضاعت سينا مره تانية مش هترجع تاني. إنسان في العالم ودي أحلى لحظة في حياتي، لو كان ده حقيقي اللي بشوفه مش لازم أفكر في الآتي. أنا بس في الوقت معاكي مش عايز غير إن أهواكي، مبسوطة من اللحظة دهية زي أنا ما أنا طاير وياكي. عليكي مليانة معاني، فرحانة وفي عالم ثاني، وخدودك ورموشك كلك قلبان خيالي وكياني. إنسان في العالم ودي أحلى لحظة في حياتي، لو كان ده حقيقي اللي بشوفه مش لازم أفكر في الآتي. إيه أجمل من سحر عليكي وأنا بسرح قدامك فيكي، من كتر ما صورتك في عينيا بتمتع بالعالم بيكي. الوقت بيجري في ثواني، من عارف ده هيحصل تاني ولا هيتغير مع وقتك والدنيا تنسيك حناني. تبصيلي شوية؟ معلش، عايز احط صورة عينيكي جوه قلبي علشان وانت بعيدة عني تبقى هي معايا. ايه ما زهقتش مني؟ ده انا معاك طول النهار. عمري ما زهق منك. طيب تصبح على خير. وانت من قلبي. عاملين ايه؟ ايه رايحين فين؟ احنا كنا بندور عليك. ايه في ايه؟ اصل في موضوع كنا عايزين نكلمك فيه. خير؟ اصل سمعنا كده كلام. كلام ايه؟ كلام سخيف. بيقولوا ان ما بقيتيش الطالبه المثاليه لطب القاهره. ها قصدكوا ايه؟ مش فاهم حاجه. في نشاور اصحابه وبيقول انك بتسهري بره البيت كتير وعلاقتك بقائد الحرس. انا؟ ايوه. ها وايه كمان؟ شاوي وشلته هيبلغوا الدكتور وائل انه ياخد موقف من العلاقه دي.
شعبي ده. استني بس انا متاكده ان الدكتور وائل اتصرف معايا. هيتصرف انت مش شايفه بيعمل ايه؟ معلش استني بس استريحي انت وانا هشوف ايه فيها. هنشوف. طبعا لازم يجي النهارده دكتور، وحضرة الضابط برضه. سي روميو لازم يتنقل. جيليت سيبها تنتحر. معقولة في دكتور بالاخلاق دي شايف تجرح زميلتكم؟ محدش يقدر يجرحها. امال اللي عاملينه ده ايه؟ احنا عايزين بس قاعدة حرس يتنقل. يا سلام، ليه بقى؟ عشان بيتدخل في علاقاتنا الشخصية بيننا وبين زمايلنا. وفين علاقاتكم دي؟ دي اصول الزمالة يا دكتور. وانت بتدافع عليه كده ليه؟ لانه انسان مهذب ومتحضر. اهلا بيكي. وكل بني ادم حر في تصرفاته. طب هيتنقل برضه. يتنقل على فين؟ هتنقل العريش شمال سينا. حلو، هنبقى مع بعضينا كل يوم على الله. هوكلك ضاني ايه؟ على حسابي ولا على حسابك؟ لا على حسابك انت طبعا، انت هتجيب شويه خرفان وانا ربهم لك. انا أقول. عارف انك انت بتتشائم لما بتصرف قرش ساغ. انما ما قلتليش يعني يا مجده ابن خالتي اشمعنى العريش؟ والله انا سمعت ان الوزاره عندنا بترغب الضباط اللي عايزين يتنقلوا لشمال سينا، بس انا لسه ما جانيش حاجه لغايه دلوقتي. بقول لك يا منتصر. ايه؟ يا دوب انت بقى تروح علشان الدكتور وائل جه وانا عايزه في حاجه مهمه. طب ما دام عايزه ما تندع عليه اصفر له. يا جدع انت تصفر له ايه؟ ايه الخيابه اللي انت بتعملها دي؟ يا صفر راجل رئيس قسم ودكتور كبير، روح انت دلوقتي بس وادعي له انه يوافق. يوافق على ايه؟ يا عم بس روح اقول لك على كل حاجه. روح ايه انت يا بتكلفتني ايه؟ بقول لك يا ماجده ابن خالتي عشان نبقى على بينه، لو الحكايه فيها غدا ولا عشاء ما تنسانيش. يا اخي روح وانا هقول لك لما اجي بس. يلا خلاص سمعت كل حاجه، مش عايز اسمع الكلام ده تاني. اتفضلوا كل واحد على القسم بتاعه وانا جاي وراكم حالا. اتفضل. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا سيادة الرئيس. خير يعني الدكاترة بقول لهم صباح الخير، محدش رد عليا. في ايه؟ زعلانين من حاجة ولا ايه؟ لا ابدا مفيش حاجه. انا اللي اعرفه عنك ان انت انسان كويس جدا وغيور على سمعه كل طالب وطالبه. طبعا. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي نتكلم في المكتب احسن. اتفضل. فكر الدكتور وائل ممكن يساعد الموضوع للعميل. هو حتى اذا هو ما عملش كده انا هقابل العميل او هبعت له تلغراف اقول له سعاده الرائد استغل موقعه في الجامعه في اللقاء بالطالبات. وفي الحالة دي العميد مضطر يبلغ الداخلية وفورا اخينا هيتنقل الصعيد، ويبقى ساعتها يوريني سي روميو هيعمل ايه. اعوذ بالله منك، ده انت شطار. انا؟ ده انا ملاك رحمة بيعالج المرضى، بس اللي يدوس لي على طرف ادمره. الفجرة. لا تقول فجرة، راوي يا بنتي زينت البنات. هي زينة وعجلها زينة ومتعلمة. ايش بدي اقول؟ ايش بدي اقول بعد اللي سمعته من عبيد ولد اخوي؟ ايش؟ وايش العيبة اللي سمعتها؟ بتزور ام الضابط وبتعالجها؟ وايش فيها؟ مش طبيبة هي؟ عبيد قال عاشق الضابط وريداه يا مراوية. كيف تصدق من غير ما تشوفها وتسمع قولها؟ البنات مالهم الغربة. كيف ضعفت ووافقت انها تسافر مصر لحالها؟ كيف؟ يا فضيحتك يا سالم، يا فضيحتك يا سالم. بنتك بخير ولا تخلي الشيطان يلعب بعقلك يا سالم. استني بس يا روضة، ممكن تقولي ايه اللي حصل؟ ثلاث ايام معرفش حاجه عن مجدي. سالت عليه؟ ايوه، والدته بتقول لي بينزل الوزاره كل يوم لان في مشاكل. شوقي الخوف ليكون عبيد سمع كلام شوقي ويكون السبب في اذيته او نقله لمكان بعيد، وابقى انا السبب يا سناء. طب ومال؟ ما الظباط كل شويه بتنقله، وبعدين ده مش معناه انه مش كويس. الله، ايه مالك يا دكتور؟ ابدا يا دكتور، هي بس قلقانه شويه ليكون مجدي زعل من كلام شوقي سخيف. لا ده المفروض ده كلام يفرحك. فرحني ايه بس يا دكتور؟ ايوه طبعا يفرحك، وده لسببين. اولا لان شوقي يتحول لمجلس الاديب، ثانيا ان الرائد مجدي طلب اتنقل وانا ساعدته في النقل ورايح العريش. العريش؟ لازم تعرفي يا بنتي ان ربنا
ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بالظلم ابدا، وعشان كده كان موفقنا في كل اللي طلبناه. وعبالك بقى لما تتجوزي ونخلص من الحكايه دي. وسناء تحصلت؟ لا يا دكتور، هو حضرتك زهقت مننا ولا ايه؟ بالعكس يا سناء، ده انا هخسر طبيبه من احسن واكفى الاطباء اللي عندي، لكن عزائي الوحيد انها هتقدم خدمه جليله لاهل بلدها. طول عمرك قلبك كبير يا دكتور. طبعا اذنكم بقى يا اولاد، احسن عندي شغل. اتفضل يا دكتور. عزمني كده بقى كيف نجوم في العريش. تنسى تروحي لماما يا روي. اوعى تنسى انت تروح لبابا. معقول انسى؟ انا اول ما اوصل العريش حتى قبل ما اروح اقدم نفسي لمدير الامن هروح لبابا. الله، انت نسيتي تكتبي لي العنوان. تعيد وتزيد في هالقصة. احنا اتفقنا زمان يا عبيد انا وابوك، والاتفاق ماشي، ما هو لعب ولاد صغار. هي بدها تكسر كلامك وكلام بوي يا عمي. لو صار بكسر راسها واقطع رقبتها. صار يا عمي صار. هي قالت لي ما ريداني، وما دمت انت ما تريد تنزل مصر تجيبها انزل انا، وان ما وقت اسحبها من جدايرها. ما تتجاوز حدودك قدام عمك يا ولد. ارجع راوية دكتورة، والكلام ما يجوز عليها. شوف يا مرات عمي، اللي صبرني سنين أسري شيئين، حب البلدي وحب للدكتورة راوية. يا ولد، في مثل بيقول البعيد عن العين بعيد عن القلب، وانت صار لك 8 سنين بعيد عنها وكانت صغيرة. لكن هي ما غابت عني يوم، كنت بحلم بها كل يوم يا خالة كل يوم. كفاك يا عبيد كفاك، والله ما أتنازل عنها إلا بالموت. يا شيخ القبيلة، عبيد بيهدد بالقتل. هذا كلام طنيات صغار، لا تخافي يا مراوية لا تخافي. عقل عبيد يا شيخ القبيلة، كل شيء بالخناق إلا الجواز بالاتفاق. حضرة الضابط في العريش. اهلا يا سيد عبيد. ايش بتريد؟ يا ترى العم ابو سويلة موجود؟ ما موجود. عيب يا عبيد عيب. اهلا يا عم. اقفل الباب فوش الضيف. اهلا يا مرحب. يا مرحبا بيك. هذا الضابط اللي حكيت لك حكايته مع راوية. يا هلا، هذا ضيف ما هو عدو. تفضل تفضل. شكرا شكرا. تفضل يا ولدي. جهزين لقمة للضيف يا مراوية. شكرا. يا ولدي، أنت في بيت عربي، يعني الكرم من شيمتنا. يا مرحب يا مرحب، نورت الديار. الحقيقة أم وسويلم، أنا سمعت عنك كل خير، وده اللي شجعني إن أجيلك النهاردة عشان أتكلم معك شوي. ما يحلى الخراف يا ولدي إلا بعد ما نتقهوى. خراف؟ خراف يا عم الحاج. نشرب القهوة يا ولدي وبعدين نتحدد. يا مرحب يا مرحب. القهوة يا هول
يا هون القهوة. يا مرحبا. وكيف أحوال مصر وأهل مصر؟ مصر وأهلها بخير الحمد لله، وفرحانين جدا عشان سينا رجعت هي والعريش. كلامك زين يا حضرة الضابط. ها يا ترى ايش الحكاية اللي ودك تقولها لي؟ قول يا ولدي. الحكاية باختصار يا عم ابو سويلم ان انا كنت قائد حرس الجامعة وتعرفت على الدكتورة روية لما كانت بتعالج والدتي. لفت نظري في الدكتورة روية الحقيقة ادبها واخلاقها وسيرتها اللي زي الفل. اخلاقها العالية هي اللي جابتني من القاهرة لحد هنا علشان اطلب ايدها من حضرتك. قلت ما عندنا بنات الجواز يا حضرة الضابط. البنت يا ابن عمها. لكن يا سيد سالم قال لك البنت لابن عمها. في شيء تاني يا حضرة الضابط؟ والله يا حضرة الضابط ما فيك حاجة تتعجب، لكن عاداتنا وتقاليدنا بتفرض علينا احترام الكلمة يا ولدي. واني اعطيت كلمة لولد اخوي. بعد اذنك يا ابو سويلم تشرب معي قهوة يا حضرة الضابط. مرة ثانية يا عبيد. رديت الروح لجسمي يا عم. مساء الخير يا اخ سنور. ازاي الحال؟ زين. انت بشغل هنا ولا ايه؟ ايوه شغال هنا. انت مين؟ انا الرائد مجدي مديريه امن العريش. مديريه امن العريش. اهلا يا معلم. ازيك؟ ايه الحمد لله. شوف لي اوضه بقى عشان انام فيها. خلاص الحقيقه كومبليت. كومبليت يعني ايه؟ انا جاي من القاهره تعبان وعايز انام. وانا جاي من الصعيد وعايز انام. اه بقول لك ايه؟ شوف لي حد كبير اكلمه. يلا يا ست فايزه. ست فايزه مساء الخير يا فندم. أنا الرائد مجدي منقول من القاهرة هنا لمديرية أمن العريش. أهلاً. اللي يجي من القاهرة بيحطه في عينيه. ميرسي أوي. أنا محتاج أوضة عشان أريح. هو الحقيقة إحنا ما عندناش أوضة فاضية خالص. طب هعمل إيه دلوقتي؟ في أوضة هتفضى بكرة. يعني هتاني صاحي لغاية بكرة؟ لا ممكن حضرتك تنام في أوضتي. طيب عكاوي اتفضل يا حبيبي. اتفضلي يا فندم.
يا ريت حضرتك تملي الكارت ده. أوي أوي. يا ترى حضرة الضابط هيقعد قد إيه في العريش؟ على طول إن شاء الله. وده اللي مضايقك قوي كده؟ لا ابدا، هو اصل الحقيقه حصل حاجه كده في السكه وانا جاي ضايقتني شويه. يا ريت بقى حضرتك تطلع تاخد دش وتنزل تاكل حته اكله عرايشيه ما حصلتش. بيني وبينك انا محتاج لده قوي. اوكي، خمس دقايق هجهز لحضرتك الاوضه. اتفضلي يا فندم. عكاوي عكاوي، ايه ده عكاوي؟ ايوه ايوه يا ست فايزه، اطلع جهز الاوضه فوق. قامت ست فايزة. ايه واقف ليه؟ اطلع جهز الاوضه. ايوه بقول لك اوامرك يا ست فايزة. اطلع جهز الاوضه. ايوه سيادتك، انت هتنام فين؟ انا هنام في بيتنا. ايوه هنام في بيتنا. انا ما عنديش بيت اعمل ايه. ماله الجدع ده فيه ايه؟ لا ابدا، اصلي هو بصراحه صعب قوي ان غريب يبات في ديارنا. انت من العريش؟ والدي الله يرحمه هو اللي من العريش، هو صاحب الارض والفن، استشهد وهو بيدافع عن العريش، ومن يوم ما استلمنا الارض وانا بحاول احيي ذكرى العمر. طب وفين والدتك؟ انا يتيم، العريش واهلها هم كل حياتي. انا اسف قلبت عليك المواجع. ده اسمه كلامي حضره الضابط، برضو الانسان من وقت للتاني بيحب يفتكر حياته، وهو اديني سرقت من وقتك شويه، واتمنى ان انا ما كنتش ضايقتك. بالعكس. يا ترى امتى بقى هتلاقي وقت وتكلمني عن حياتك؟ يا ترى بقى هلاقي وقت ولا لا؟ لا، اكتر حاجه هنا الوقت. اوضه جاهزه يا ست فايزه. ماله ده؟ رجع عجيب. عن اذنك. روح هات لي الشنط من العربيه. هات لي ايه ده؟ واحد اتنين تلاتة ناقص واحد مين؟ حسنين حسنين حسنين. هم نايم؟ مرة تانية اشوفك نايم بالشكل ده هنزلك هناك الموقع الاساسي في حلوان. يلا يا حبيبي صح تعالوا اكمع عندي هنا. يلا روح جهز الفطار يلا بسرعة. هوب هوب اثبت يلا هوب هوب. واح هقوم طلعوا الغنم ده كله برا الموقع. تعالي هنا تعالي. يبقى انتوا اللي بتاكلوا فطاري كل يوم. انا غنم ياكل فطار؟ انا ده نمي ما كانتش بتعرف تاكل جنبي. هي ما تزومليش وما فيش اي حاجه، بس غنمات تفطر فطاري ما لهاش عندي غير حل واحد، عدم المؤاخذه. اكلتوا اكلي يبقى اكلكوا. اش 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 تقول يا زلمه؟ اش تاكل مين يا زلمه؟ وي ايه وي ايه في الليلة اللي زي الفل دي؟ ايه ده؟ انها بترعى الغنم. اني مو اسمي مها. لا ما انا مش قصدي اسمي، قصدي بقرة. لا عدم الموزة يعني بقر وعيونه المها. ايه العينين دي؟ يا لهوي. ايش؟ لا ايش ولا بيش. انت ايش اسمك يا راعية الغنم؟ عيب اتحشم. عيب اتحشم؟ اسم حلو اهو، اسمك عيب؟
لا مو اسمي عيب، انا اسمي اسمي ضحى. يا سطوع الشمس يا طلوع الصبح، ما توريني وشك يا ضحى. شفته فين؟ سكي الضحى. قال انت ضحى؟ ده انت مسا. الله، ابوك كان لازم يسميك اختشي. عيب. اول ما اوصل العريش هقابل بابا فورا. هتقابل مشاكل كتير خصوصا في وجود عبيد. ربنا يقدرني واحل كل المشاكل. يا رب. رؤيه ايه اللي واخد عقلك؟ قلقانه قوي على مجدي يا سلام. واللي يوصلك له ازاي بس؟ قرار نقلك العريش. انت بتهزري؟ اهو بموت فيكي. ده ما كنتش عارف اعمل ايه ساعه ما ابوها قال للبنت لابن عمها. حسيت اني في القرون الوسطى. في حد في الدنيا اليومين دول يقول البنت لابن عمها؟ بس الراجل ده دماغه ناشفة قوي. في القرون الوسطى كانت البنت لابن عمها، أما دلوقتي فبحق الحب اللي بيني وبينها البنت ليا، وانت مالكش حتى ودنها. وعجبني قوله كده. ايه رأيك؟ رأيي في ايه؟ انت عمال تخرف من الصبح. لا انت بتخرف يا ابني. انت هنا في العريش مش في القاهرة. دول ناس لهم عادات وتقاليد لازم نحترمها. يا سلام، يعني هتسكت وتسيبها له؟ طبعا لا. انت عارف انا بحب راوي قد ايه، وعارف ان هي كمان بتحبني. بس الموضوع مش هيخلص كده منتصر، لا بالخناق ولا بالعافية. لا بالخناق ولا بالعافية هتوصل مرادك يا كابتن. لان راوية ليه؟ واظنك سمعت الكلام ده قبل كده من ابوها. الله الله، ايه يا كابتن؟ انتوا تعرفوا بعض قبل كده؟ اتشرفت بيه لت امبارح. كان جاي يطلب ايد راويه، وابوها قال له البنت لابن عمها. شوف يا عبيد، انا طلبت نقل العريش هنا عشان افضل جنب راويه، ومش ممكن هتنزل عنها تحت اي ظرف. احسن لك ترجع مصر تاني يا حضره الضابط، لان اللي ببالك مش هيتحقق. لعلمك انا قاعد في العريش، وباذن الله هحقق كل اللي في بالي. وبعدين بقول لك ايه ده؟ ايه يا شيخ خططيني؟ انا حمل الحاجات دي. بقول لك ايه، الراجل قايل لك قدامنا كلنا انه اطلع للعريش. ايه مالك؟ الله يا مجدي. منتصر. نعم. يلا منتصر عشان انا عندي شغل. مجدي 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 يا ابن خدم. مع السلامه يا حضره الضابط. والله ما هخلي عينك تشوف النوم طول ما انت في العريش. سيب علي، وانا خلي الدبان الازرق ما يعرف له طريق جره. لا تحشر نفسك يا عتاو. ده انت بطل بطل، واللي يمس شعره منك هطير راسه. لا تحشر نفسك بينا يا عتاوي، انا جد وجدود. ايه ده؟ هو بيكره كابتن مجدي كده ليه؟ الكابتن مجدي عايز يتجوز الدكتوره راويه، بيحبها. يا ده انا اول ما شفته قلت هو. ايوه بس ابو سويلم رفض وقال لازما تتجوز ابن عمها. الحمد لله، يبقى لسه في امل، يبقى هو. ايه شغلة الزلط اللي نازله من فم دي؟ مالك يا ابو راوية؟ مهموم وشايل الفكر. همي هو الزمن يا مراوية، الزمن اللي غير عقل بنتي. ومن عارف
يمكن تخرج عن طوعي. راوية عادلة وما تخرج عن طوع أبوها. الضابط ميل عقلها يا مراوية. القلب وما يريد يا أبو راوية. أنتي معاها؟ مش الغرض، بس يعني هي دي سنة الحياة، والحب ما هو عيبة. الحب ما هو عيبة يا مراوية، لكن زلمتها لازم يكون من قبيلتنا. بس راوية اتعلمت في مصر وتربت هناك، كيف يعني تكون مننا؟ كفاكي كفاكي يا أبو راوية كفاكي، نحسن إيدي تلمد على الساعة. جاي ولا ما هو جاي يا عنزة؟ يا هل ترى جاي ولا ما هو جاي؟ آه يا ربي. انت صبح ولا مسا ولا ضوح انت؟ فين غنماتك؟ صدقي كده احلى. فين غنماتك بقى؟ الله الله اضحكي كمان. ما عدا عندي غير هذه العنزة، هذه عنزة حبنا. الله الله على الضحكة، أحس إن كل المعيش بتضحك، قصدي كل الدنيا. اتحشم. بقول لك إيه يا ضحى؟ ما بمناسبة الخبطة دي، تتجوزيني؟ تتجوزني؟ يو 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 إيه؟ جوزينا يا ضحى، ولا احنا يعني عدم المؤاخذة مش قد المهام يعني. وي 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 وي، ده احنا اللي مش قد المقام، ده انت مقامك عالية عالية، فوق 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 فوق. ايه بلحة؟ الله، لا عدم المؤاخذة يعني يا ضحى، يعني لما اجي اتجوزك اعمل ايه؟ اتحشم. يا انت انت فهمتيني غلط، انا مش قصدي حاجه، انا قصدي يعني السكه السكه. اعمل ايه يعني عشان اتجوزك؟ قلت لك اتحشم. البت صحه مية مية، دي تحميني في حتتنا. استني يا ضحى. ما شاء الله. ازيك يا مجدي؟ ايه اللي انت بتعمله يا ابني ده؟ لا لا ترويج يعني كده. انت ايه بتستقبل هنا كمان في الشغل؟ ايه مالك فيه؟ ايه هو ده المبنى اللي احنا هنستلمه يا استاذ؟ اه وانا اللي هسلمه لك مية مية. هذا اللي تعلمتيه في الجامعة يا راوية يا بنت سالم، تغيبين 9 سنين عن داريه وتعودين خارجة عن طوعيه؟ حاشا لله يا والدي، أنا لا يمكن أخرج عن طوعك، لكن الجامعة علمتني أبسط حقوق. حقوقك؟ ها وإيش هي حقوقك يا بنت الجامعة؟ إني أختار شريك حياتي. الو؟ ايوه نقول له مين؟ حاضر ثانيه واحده. كابتن مجدي، كابتن مجدي، تليفون من مصر. هنا ولا فين؟ لا ولا لك. طيب اوكي. الو؟ ايوه بابا، الله يسلمك، ازيك وازي صحتك؟ الحمد لله. وزي ماما اكلمها يا ريت. اهلا يا ماما، ازيك؟ صحتك كويسه؟ اطمن يا حبيبي، انا بقيت كويسه خالص. ايوه الدكتوره راويه ما سابتنيش ولا لحظه لغايه ما سافرت. سافرت؟ سافرت فين؟ سافرت العريش. والله العظيم نقلوها العريش. طيب طيب هكلمها. طب يا حبيبتي وهكلمك تاني ان شاء الله، مع السلامه. اكلمها؟ ماما بقولك ايه، في واحده هنا عايزه اكلمك. لا اله الا الله. الو؟ ايوه يا ماما، ازي حضرتك؟ ايه؟ لا لا لا، كابتن مجدي جوه عينيا. اه طبعا لازم نريحه 24 قرار. ماشي يا ماما، حاضر، مع السلامه، مع الف سلامه.
فايزة يا طنط؟ مادي في عينينا مريحين 24 قراط، وايه الموضوع بالظبط؟ أم مادي؟ نعم. هما مين دول؟ مش عارفة. ألا هي فايزة ولا راوية؟ راوية ولا فايزة؟ ها؟ على فكرة أنا عندي شقة حلوة قوي، الشقة دي في المساعيد منها للبحر يا عادل. إيه؟ إيه رأيك لو ماما تيجي تقعد هنا كام يوم؟ وأنا والشقة تحت أمركم. ماما؟ آه فيها إيه؟ دي هترتاح جدا. لا ماشي، ربنا يسهل. على فكرة أنا عازمك على العشاء، عندك منى؟ أبدا، عشاء عشاء، يلا نتعشى. يا ترى هقدر ابعده عن راوية؟ بس المهم اعرف الحكاية ايه الاول. يا ابوي حاول تفهمني، انا وعبيد مش هنرتاح مع بعض، وبعدين انت ما يرضكش ان بنتك تعيش فايزة طول عمرها. والفتحة اللي جريتها مع عمك يا راوية؟ كنا صغار، ما حدش فينا يفهم اي حاجة لسه. وانا ما هرجع في كلامي ابدا. يا ابوي انا ما بحب عبيد اكتر من انه ابن عمي، يعني زي اخويا. وبعدين انا دكتورة ومتعلمة، يعني في فرق في الثقافة وفي التعليم، ولا انا غلطانة؟ لو كنت اعرف ان علامك في مصر يا راوية هيخليك تغيري من عاداتنا وتقاليدنا ولهجتنا، ما كنت خليتك تتعلمي بالمرة. لا يا ابوي لا، انا ما طلبتش اكتر من حقي، حقي في ان انا اعيش مع الانسان اللي بيريده قلبي، وقلبي ما بيريد الا ما بدي. يبقى القتل فيكي حلال يا بنت سالم. ادي البندقية هي يا ابوي، لكن انا مش هتجوز او اعيش الا مع مجدي، ولو عايز تقتلني اتفضل. اعجل يا شيخ الجبيلة، خد بنتك وانصرف من قدام السعادة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بس يا ستي ادي كل الحكاية. الحقيقة انا بعد ما عرفت موضوعك مع الدكتورة راوية هفضل اعزك واحترمك واقدرك. انا متشكر جدا يا فايزة، انت انسانة عظيمة، وانا في منتهى السعادة اني عرفت انسانة زيك. ايوه بس انا خايف عليك من عبيد. مفيش اي داعي للخوف، لان القرار بايد راوية نفسها. لا يا عكاوي لا، راوية مالها دخل بهالموضوع. الرأي رأي عامي، وهو اعتدى عليا بده ياخد مني روحي. طب سيبنا انا هتصرف في الموضوع ده يا عبيد واخلصك منه. كيف؟ هقتلك. لا لا يا عكاوي، القتل ما هو من شمتنا. اسمعني بس، انا هخلصك من الموضوع ده وحكتي لو مالكش صالح انت. تاني يا عكاوي. الله خبر يا عبيد، مالك بقيت جبان ولا ايه؟ امال الحصر دي حصل ايه ايام الحرب؟ كنا بنقتل العدو يا عكاوي، لكن هذا ما عدو، هذا ضيف. ايوه لكن اعتدى على لقمتك. تاني يا عكاوي تاني. اقول لك ايه عاد؟ هتصرف انا يا عكاوي، هتصرف. هتقتله؟ خبر يا عبيد. هنستلم المبنى امتى يا منتصر؟ راجل بلا مبنى، انا فضيلك كلها يومين وهبقى اسلمه لكم واتجوز. تتجوز؟ اه. انت هتتجوز؟ امال ايه، مش قدها ولا ايه؟ لا يعني شكلك كده مش وش جواز. حته جواز يا مجد يا ابن خالتي. ياه، اشتغل ايه بقى؟ انا بشتغل ايه مهندس؟ هي عروستك بتشتغل ايه؟ معيز. معزه يعني؟ لا غرع بتاعت معيز. بتاعت معيز؟ امال ايه؟ اه. اتجوزها كل يوم على الله، صبح وظهر وليل. اكل معيز واشرب لبن معيز. ربنا عايزك تيجي معايا بقى. ربنا يوفقك. تيجي معايا؟ اجي معاك فين يا ابني؟ نقابل الجدي، نقابل ابوها يعني. انا مش فضيلك يا منتصر، انت عارف ان راوية وصلت العريش، فشلني من دماغك خالص واخلع بقى دلوقتي عشان انا عايز استجم على البحر شويه. اخلع.
لو سمحتي والله دكتوره راوية سالم الاقيها فين؟ موجوده في مكتب الدكتور يا راوية. مكتب الدكتور ده اللي هنا؟ على فكرة محدش قال لي، أنا جاي بإحساسي. يا سلام، بقى بالذمة ما تعرفش إن أنا هنا؟ إحساس داخلي قال لي وأنا جاي إنك أنت هنا. تصدق إن أنا كنت حاسة إن أنا هشوفك ودلوقتي؟ بجد يا راوية؟ بجد. طب هشوفك إزاي دلوقتي؟ هنا في العريش؟ مش ممكن يا مجدي، أنت مش ممكن تتصور إيه اللي ممكن يحصل. عندي، لكن ممكن. إزاي؟ أنا ساكن في لوكندة الفردوس اللي على البحر، هقابلك قدام هناك، أوكي؟ طيب، يلا بقى مع السلامة، امشي دلوقتي هتوديني، بتاعي عشان خاطر. سلام. أسعد مني يا حبيبتي، أنا السعادة مخلياني عايز أحضن الدنيا كلها. آه، مين بقى فايزة اللي كلمت ماما امبارح بالليل؟ فايزة؟ والله أنت بتعملي مباحث من ورايا ولا إيه؟ لا، مامتك كلمتني النهاردة الصبح قالت لي الحق الظهر الولد هيعوق. لا 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 لا، ولا هعوق ولا حاجة. فايزة دي يا ستي صاحبة الفندق اللي أنا نازل فيه. بس طبعًا. على فكرة دي إنسانة طيبة جدًا. تصدقي خايفة عليا من اسمه عبيد ده. زرع رده مش هجيبها لبعض. اوعي تفكري في اي حاجه، محدش هيقدر يفرقنا عن بعض ابدا. الطريقه الهمجيه دي يا عبيد، اديني واقف وانت واقف وهي بينا احنا الاثنين، سيبها تختار يا اخي. لو اختارتك يا عبيد اتمنى لها السعاده معاك. هنيه هنيه. يلا يا مان. وحصلت عركه من الضابط وعبيد لسبب راضيه، وطبعا انت السبب، لان انا شفتك لما دخلت الاوتيل وخدته معاك على الشاطئ. بنت عامه يعني دمنا، والخدمه دي مقابل ايه ان شاء الله؟ اللي مقابل ايه؟ مقابل ايه يا ست فايزه؟ عبيد بطل ونفديه بدمنا. بقولك يا عكاوي، حكايه بطل ونفديه بدمنا، الموضوع ده احنا عارفينه كويس، وهو اللي حارب اليهود وهو اللي حرر الارض. احنا هنا من اصغر طفل لاكبر راجل بندافع عن بلدنا. انت ناسي ان في الاف ماتوا وفي 40 مليون ممكن يفضوا روحهم علشان شبر واحد من الارض؟ على ايه يا ست فايزه؟ ايه يا ست فايزه؟ ايه 40 مليون راحوا و100 كمان راحوا قبل كده؟ ايه الحكايه يا ست فايزه؟ عباد عندنا ب 40 مليون ورجله اللي راح اديه ب 120 الف، يعني لنا 20 عنديكم، لنا حق عليكم. سيبك من الكلام ده، واضح انك حاطط عينيك عليها. ها؟ هي مين دي؟ الدكتوره راويه، عشان كده بتوقع الضابط في عبيد عشان يخلالك الجو، مش كده؟ ايه خلال الجو وخلال الطريق والمواصلات والزحمه اللي عاملاها لي يا ست فايز؟ لا انت مخك راح لبعيد خالص يا ست فايز. وبعدين ايه وقع الضابط في عبيد؟ هو عبيد يكونش حفره؟ لا يا ست فايز، انت مخك راح لبعيد بعيد، راح يجي 5 كيلو ورا. ايوه كده، لازم تعرف حدودك كويس. اسمع يا عكاوي، الموضوع ده لو زاد عن حد وانا هقلب العشيره على دماغك. تقلب العشيره على دماغي؟ ايه تقلب العشيره على دماغي دي؟
بعدها لك يا عبيد، بعدها لك يا ولد عم، بعدها لك يا بطل. اللي هو ده عبيد اللي عرفت ايام الحرب؟ هو ده عبيد اللي حاطط يده على خد ده كيف قول كيف فيها فقديري شنطوقها لساني اتقطع قبل ما اقولها؟ هو ده دراع عبيد اللي ياما قتل العدو كيف الفراخ؟ لا عبيد، مش انت عبيد اللي تعيط، مش انت. روية راحت، روية راحت يا عكاوي اللي صبرني سنين الأسر كلها، روية الحلم اللي كنت عايش عشانه. أكون أكبر من الحلم بتاع الوطن يا أكون أكبر منه يا عبيد؟ أكبر منه؟ ما تنطق يا عبيد، أكبر منه؟ بحبها بحبها يا عكاوي، بحبها أكثر من الوطن إياك. لا يا عبيد، لا يا ولد عم يا كبير يا عاقل، بلاش تعمل في نفسك كتير، أحب على يدك بلاش عبيد. لك الصالح أنت بالموضوع ده يا عبيد، أنا هخلص وكلاتك. إزاي يا عكاوي؟ طمن نفسك وما تقلقش. لا إله إلا الله. مجدي
موتي. معقول في حب زي هذا الحب؟ صحيح القلب ما يريد. مبروك يا رام، مبروك يا بنت عم. Oh, yeah.